فرد مذبوح. وأبو كشوة تنفي تحويل جامعة الخرطوم لمزار أثري، وصحة الخرطوم تطالب بتأمين المستشفيات والأطباء العاملين. أما صحيفة الرأي العام فجعلت العنوان على النحو التالي: أكثر من 3 ملايين ناخب يدلون بأصواتهم في استفتاء دارفور اليوم. وصحيفة الانتباه تنقل تفاصيل القتال من الخطوط الأمامية بجنوب كردفان ومقتل قائد المتمردين بجبال النوبة وتوقيف ثاني أكبر شبكة إتجار بالبشر. صحيفة الصيحة: إسرائيل، على لسان إسرائيل، بناء الجسر السعودي المصري إعلان حرب. ده كلام خطير يا نهار. وقوى المستقبل وآلية 7+7 تتفقان على خارطة الطريق لحوار شامل. صحيفة المجهر السياسي: نداء الجزيرة اليوم والبشير يخاطبه من قاعة الصداقة. طبعا ده حدث كان اليوم مهم أيضا يستحق أن نقف أمامه. وإسرائيل تتخوف من جسر الملك سلمان المقترح وتعتبره إعلان حرب. صحيفة السوداني ينشره أو تنشره السوداني يعني لأول مرة، السوداني تبدأ نشر سلسلة حوارات ما قبل الرحيل مع الترابي. والعدل تفتح تحقيقا جديدا في قضايا 4 من ضحايا أحداث سبتمبر. صحيفة اليوم التالي: جامعة الخرطوم، وزير السياحة غير مخول بالحديث عن جامعة. صحيفة آخر لحظة: الاستفتاء مواطنو دارفور في تحدي الاختيار اليوم. وخبر أيضا مهم: المرور تسحب 733 رخصة بسبب السرعة الزائدة. صحيفة الأهرام اليوم: البروف أحمد سليمان قال بيع جامعة الخرطوم على أجسادنا. والحكومة قالت الحركات فقدت الحاضنة وحديثها عن استفتاء فرفرت مذبوح. صحيفة الوان: أكثر من 3 ملايين ناخب يدلون بأصواتهم اليوم في استفتاء دارفور. ولجنة اتحادية للفصل في نزاع حدودي بين ولايتي جنوب ووسط دارفور. صحيفة الوطن: عبد الله علي إبراهيم، منصور خالد قفز إلى الحركة الشعبية هربا من العقوبة. وإيلا يكشف علاقة ولاية الجزيرة بمصانع جياد، إلى آخر عناوين صحافة الخرطوم اليوم. لكن ونحن نتحدث عن استفتاء أستاذ نهار عثمان نهار، سنبدأ هذه المرة بالأعمدة الصحفية التي اهتمت بهذا الحدث، ومنها ما كتبه الدكتور محي الدين تيتاوي في صحيفة اليوم التالي تحت زاويته المقروءة قضايا، وجعل عنوان اليوم يقرر الشعب. قال تيتاوي: اليوم يبدأ الاستفتاء الإداري لولاية دارفور كما جاء في وثيقة الدوحة التي ساهمت في الوصول بالفرقاء إلى سلام شهد به الأعداء قبل الأصدقاء. والاستفتاء هذا هو النقطة الأخيرة في الوثيقة التي بذلت عليها الحكومة القطرية جهدا مقدرا لتحقيق صيغة السلام تلك، وقد تدرج الشركاء في تنفيذ بنودها بصورة غيرت من ملامح الحياة في ولايات دارفور التي وجدت الإهمال طيلة فترة الاستعمار التي استمرت منذ العام 1898 وحتى العام 1956، عام إعلان استقلال السودان وإيلولة أمر إدارة البلاد إلى الوطنيين الذين واجهوا صنوفا من القنابل المتفجرة التي قادت إلى تسليم أول حكومة ديمقراطية منتخبة من قبل الشعب للقوات المسلحة باعتبارها جهة قومية حفيظة على أمن الوطن وسلامة شعبه ووحدة أراضيه. يقول تيتاوي: يبدأ الاستفتاء اليوم وهو استحقاق دستوري وإنفاذ لعهد قطعته الحكومة أمام العالم بتحقيقه، وهو اليوم ماثل أمامنا، ومن حق الشعب دارفور أن يقرر الخيار الإداري من وراء هذا الاستفتاء. هل تدار دارفور بشعوبه وقبائله وإرثه المتطاول منذ بداية دخول المستعمر أرض بلادنا كإقليم واحد وحاكم، وهو إقليم بحجم عدد من الدول الأوروبية بحكامها وجماهيرها ومساحتها،
أم الأفضل أن تكون 5 ولايات بحكام وحكومات ومجالس تشريعية ومحليات ومعتمدين وقرارات تعبر عن كل ولاية بحسب ظروفها؟ الأمر متروك كما هو الحال لجماهير دارفور في تحديد الخيار الجماهيري، والحكومة ملزمة وملتزمة بإنفاذ رأي الجماهير واحترام خياراتهم وصولا إلى حالة من الرضا والأمن والاستقرار والالتزام بالقانون في ظل نظام الحكم الذي تختاره الجماهير بمحض إرادتها وحريتها ومسؤوليتها التاريخية. أما الذين لا يزالون يمانعون عن تلبية نداء الوطن والدخول في تون الحوار الوطني الذي سيحدد لكل أهل السودان نظام الحكم وتداول السلم للسلطة وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية، فهؤلاء هم الذين لا يرون إلا ما يراه الأشرار الذين خططوا لشل يد السودان حتى لا يستفيد الشعب من خيرات البلاد. إلى آخر المقال الذي يواكب، طبعا ليس تيتاوي وحده الذي كتب عن هذا الموضوع، وأتوقع في الغد ستكون هناك كتابات أيضا للزملاء كتاب الأعمدة الصحفية. كيف تنظر لهذا التناول من قبل الدكتور تيتاوي؟ هو طبعا ذكر بعض الحقائق، هو وثيقة الدوحة والاستفتاء من البنود الأساسية التي ناضلت من أجلها الحركات خلال الفترة الماضية، وأعتقد أنه بقيام هذا الاستفتاء تكون وثيقة الدوحة نفذت واحدة أيضا من أهم البنود الموجودة فيها. لكن هذا لا يعني نهاية وثيقة الدوحة بأي حال من الأحوال، لأنه مبادئ وثيقة الدوحة تم تضمينها في دستور السودان، وصارت مبادئ عامة تحكم الدستور وتحكم العلاقة ما بين المركز ودارفور لفترة قادمة. هذا من ناحية. من ناحية أيضا التنمية والإعمار اللي بدأ في دارفور من قبل وثيقة الدوحة سوف يستمر، يمكن أن يستمر بطريقة أخرى مختلفة عما تم في عبر السلطة الإقليمية مثلا. يمكن أن تقول بعض هذه الصناديق والأجسام لرئاسة الجمهورية مباشرة من رئاسة الجمهورية إسوة بصناديق شرق السودان وكردفان وغيرها، لكن المؤكد أنه هذا الاستفتاء وقيامه يؤكد على حقيقة أنه واحدة من الأشياء الأساسية اللي شكلت الأزمة في دارفور الوضع الإداري لهذا الإقليم وهذه المنطقة. هذا سوف يتم عبر هذا الاستفتاء التأكيد عليه بشكل نهائي. طيب، ليس بعيدا أيضا عن موضوع الاستفتاء، بالأمس القريب كان هناك حوار مع دكتور تياني السيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، تحدث فيه عن أنه خياره أو انحيازه لمسألة الإقليم الواحد ليس من أجل تحقيق مكاسب له وللذين معه، بقدر ما هو يرى أنه هذا الإقليم هو الخيار الأريح. طبعا تعرف فيما تعرف أستاذ نهار أنه هذه الحركة انقسمت إلى قسمين، انشطرت وأصبح هناك جناح للسيسي وجناح آخر لأبو قردة الذي بحر إدريس أبو قردة. اليوم أجرت معه صحيفة الرأي العام في الصفحة 5 حوار حول الاستفتاء، طبعا رأيه لم يكن كرأي السيسي رغم أنهم كانا ذات يوم في حزب وحركة واحدة. الرجل قال موقفي يختلف عن السيسي ليس من باب المكايدة، ولكني أرى إنه الولايات هي الخيار الأرجح والأنسب والأعقل والأفضل لمواطن دارفور. ما بين حزب واحد وخيارين اثنين لا ثالث لهما انقسم، يعني من كانوا في ذات يوم كما قلنا في جسم تنظيمي واحد. كيف تنظر لرؤية السيسي في موازاة رؤية أبو قردة؟ من هنا أحيي والحياة دكتور تياني السيسي. وأنا أعتقد أنه حتى إذا كان هو موقفه في الإقليم في موقف الأقلية حتى الآن على الساحة السياسية، لكن بتمسكه بهذا الموقف أعطى أيضا الاستفتاء زخما وقوة، وأنا أعتقد أنه هو اليوم في الفاشر يبشر ويدعو حتى الآن لخيار الإقليم. وأعتقد أنه أيضا هذا الخيار يعني كثيرين من الذين ما زالوا يحملون سلاح في الخارج يعتقدون أنه خيار الإقليم، وأنه خيار الإقليم ليس لديه فرصة عشان يقول كلمته. فإذا شخص في وزن الدكتور السيسي وحزب في وزن تحرير العدالة القومي اقتنع ودخل بخيار الإقليم
ويعتقد أنه لديه الفرصة لكي يفوز هذا الخيار، فأنا أعتقد أنه هذا أيضا يؤكد على صدقية ونزاهة وقوة هذا الاستفتاء. هذا من جانب. من جانب المواقف المختلفة للأخ بحر إدريس أبو قردة والأخ الدكتور تياني السياسي، نعم هم كانوا في حركة التحرير والعدالة مع بعض، وكان الموقف، وليس هم فقط، كثير من الحركات الأخرى أيضا في موقف الإقليم، حتى حركة العدل والمساواة بقيادة دبوج، وتعرف علاقتي بها. فلكن المراجعة متى تمت؟ تمت بعد انفصال جنوب السودان، وأعتقد أنه انفصال جنوب السودان أرسل إشارة إنذار لكثير من الناس أنه في حالة تمييز جزء من السودان بوضع مميز إقليم ولا حكم ذاتي، سوف تستمر هذه المطالبات لتصل إلى سقف لا يحمد عقباه. لهذا السبب أعتقد أنه الأخ بحر أبو قردة والإخوة دبجو وحركة العدل والمساواة ومجموعة أيضا من الحركات والأحزاب الثانية كانوا ميالين أكثر لخيار الولايات، لأنه يعني تخلق نوع من التميز لأي جزء من السودان، هذا سوف يقود في نهاية الأمر أنه أي منطقة من السودان تطالب بهذا التميز، هذا في يؤدينا لطريقة صومنا لطرق أخرى. فلهذا السبب، لكن أعتقد أنه الأخ الدكتور تياني السياسي وحزبه حزب التحرير والعدالة القومي لهم كل الحرية في المطالبة بهذا الرأي، وعندهم أيضا دفعاتهم المنطقية في هذا الجانب، لكن دفعات الجانب الآخر أنا أعتقد هي الأقوى وهي الأقرب للمواقف. وفي النهاية الكرة في ملعب أبناء دارفور، بكامل المسؤولية الوطنية سينتخبون الخيار الذي يعبر عن آمال وتطلعاتهم. هذا الشعب الدارفوري والله يستحق كل خير وكل محبة، ومن حقه أن ينعم بالأمن والاستقرار والتنمية والإعمار، وهذا لن يتألف في ظل التوافق على رؤية تدار بها ولايات دارفور أو حتى إقليم دارفور، وبالتالي يحدث هذا النمو الذي نتوقعه جميعا، خاصة أنه المورد البشري يمكن أن يكون رأس الرمح في هذه التنمية المقبلة بحول الله، وهو مورد يعني يمتلك من الخبرات ويمتلك من الرؤى والأفكار والطموحات ما ينهض بمختلف ولايات أو حتى إقليم دارفور. طيب، خبر اليوم الذي سنقف أمامه من معظم تقريبا الصحف كان يتحدث عن جامعة الخرطوم، وما أدراك ما جامعة الخرطوم يا نهار. طبعا نحن بالأمس القريب أدرنا حوارا واضحا شفافا على الهواء مباشرة بمعية ضيفي الأستاذ والزميل حسن محمد صالح الذي يعمل بدائرة الإعلام والعلاقات العامة بجامعة الخرطوم، وطرحنا عليه السؤال البيع من عدمه والتصريحات التي ملأت الأسافير في الآونة الأخيرة، وكانت التوضيحات واضحة، والصالة كانت سباقة في ظني في أنها تطرح هذا المفتوح هذا الموضوع بشكل مفتوح، ومن خلال رجل له علاقة بالموضوع، وأيضا عبر الهاتف تواصل معنا الدكتور عبد الملك النعيم والذي أيضا قدم وجهة نظر الجامعة في هذا الموضوع، ونفى تماما المساس بمباني الجامعة، وأنه الانتقال لصوبة هو لبعض الكليات العلمية والطبية لأنها ترتبط بالمشفى الكبير الذي هو هناك. لكن ربما النقطة الأكثر سخونة في حوارات ومشافهات الأمس مع ضيفي من جامعة الخرطوم كان يتصل بتصريحات السيد وزير السياحة الأستاذ محمد أبو زيد الذي أجرت معه صحيفة اليوم التالي حوارا، وخرجت بمنشيت يقول أنه سيتم إخلاء جامعة الخرطوم وتحويلها إلى مزار سياحي. طبعا دكتور عبد الملك النعيم وأيضا من قبله حسن محمد صالح تم النفي تماما لهذا الموضوع، بل اليوم الصحف سارت في ذات الاتجاه، واليوم التالي التي جعلت العنوان أو المنشيت الأول باللون الأحمر بالأمس لوزير السياحة، اليوم جعلته على لسان جامعة الخرطوم ردا عليه، حيث قالت وزير السياحة غير مخول بالحديث عن الجامعة. أنا سأقرأ فقط أسطر، ومن بعد ذلك ستكيف هذا الموضوع على حساسيته بالطريقة التي تراها يا نهار. إذن كتب خضر مسعود في الصفحة الأولى بالزميل اليوم التالي،
أكدت إدارة جامعة الخرطوم بقاء مبانيها بشارع نيل سنتر في موقعها الحالي نافية ما تردد عن تحويلها لمواقع أثرية. وقال عبد الملك النعيم مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالجامعة اليوم التالي إن حديث وزير السياحة عن وضع وزارته يدها على مباني الجامعة عار من الصحة، لافتا إلى أن الحديث عن تحويل مباني الجامعة لم يطرح في جميع مؤسساتها مثل مجلس الجامعة أو مجلس الأساتذة أو مجلس الوكيل، مبينا أن الجامعة تتبع لوزارة التعليم العالي لا لوزارة السياحة، لافتا إلى أن وزير السياحة ليس مفوضا بالحديث عن الجامعة. وأكد النعيم رفض إدارة الجامعة ومؤسسات لأي حديث عن نقل الجامعة. طبعا هذا الكلام تقريبا بذاته المفردات قاله على الهواء عبد الملك النعيم. كيف راقبت هذا الموضوع وإلى أين سينتهي في وجهة نظرك يا أستاذ نهار؟ والله طبعا أنا متابعت هذه من خلال الوسائط الواتساب وغيره. أنا أعتقد أن في شرارة الأمر كان صورة قديمة لعملية بتاعت إزالة واحدة من الداخليات الآيلة للسقوط، الكلام ده حصل قبل عامين تقريبا. نعم. هذه الصورة أخذت وأدخلت في السياق إنه جامعة الخرطوم سيتم هدها وإزالتها. يعني حتى الأمر تحس إنه فيه غرض من البداية، لأنه أساسا هذه الصورة ليست من الحديث الآن وكان في حينها وأسبابها معروفة. هذه من ناحية. من ناحية تانية طبعا هي جامعة الخرطوم بتمثل يعني رمز من رموز هذا البلد، وكثير من الناس الجميلة ومستحيلة كثير من الناس يرنوا لها ويرنوا إلى مكانتها. لكن إذا نظرنا لواقع الجامعات العريقة في العالم، هي الجامعات طبعا جامعة كجامعة الخرطوم لازم تكون في كامبوس اللي هو مجمع جامعي كبير جدا، والمجمعات الجامعية ليست من الإمكانية والسهولة أن تتواجد في وسط مدينة. يعني مثلا على سبيل المثال الآن جامعة أم درويش الإسلامية في وقتها في وقت إنشائها كانت منطقة خلاء، لكن الآن هي في وسط المدينة ومنطقة كبيرة جدا، يعني كامبوس على غرار الجامعات العالمية. فأعتقد أنه في المستقبل لجامعة الخرطوم وجامعة بهذه العراقة وهذا التاريخ يمكن أن تنتقل لمكان أوسع وأرحب حتى تستطيع أن تكون فيها كل كلياتها، تنتقل فروع منها لكن تظل يعني هذه النواة موجودة باعتبار أنه أعرف لها قيمة كده. هذا طبعا أنا أتكلم عن المستقبل. لكن الآن جامعة الخرطوم هي طبعا يعني حتى من كلية غردون التذكارية ومن بعدها في العهد الوطني ومن بعدها أكتوبر ومن بعدها يعني الانتفاضة، تاريخ طويل. يعني ظلت هذه الجامعة ترتبط بكل التاريخ السوداني. نعم. منذ ما قبل الاستقلال، يعني تقريبا من بعد الاستقلال إلى يومنا هذا. نعم. منذ أن كانت كلية غردون. فبهذا التاريخ أنا أعتقد أنه المحافظة على مبانيها، أعتقد أنه النمو الديمغرافي لعدد الطلاب هذه الأماكن ليست كافية الآن لاستيعاب هذه الأعداد كلها. يمكن في المستقبل أن تكون فيها الإدارة بعض الكليات، لكن النمو الديمغرافي سوف يجبرها على أن تتوسع في أماكن أخرى، لأن المتر في شارع نيل صعب جدا على إمكانيات الجامعة أن تشتريها أو تتوسع، حتى لا يمكن أماكن بتاع التوسع. فقط القيمة التاريخية لهذا المكان وهذه الجامعة يعني مثلا هي الرمز. أكسفورد الآن موجودة في نفسي في حالها، كامبريدج أنا كنت في لايدن في هولندا، يعني لها جامعة عندها 600 سنة موجودة في نفس الأماكن الموجودة فيها الآن. فأنا أعتقد أنه المحرك لهذا الأمر وهذا الجدل هي الصورة القديمة التي حصلت قبل عامين وتم استخدامها للمتاجر بها سياسيا. نعم. إذن موضوع صالح تتحقه، ورغم أنه يستحق والله أنه يكون حاضر. طيب، في من الأخبار العالمية يمكن طبعا صحافتنا لا تدفن رؤوسها في الرمال كما يقولون، وإنما تنظر لمن المحيط من حولها. وطبعا كان في زيارة مهمة جدا للملك سلمان لمصر، يعني هذه الزيارة طبعا خرجت بالعديد من اتفاقات ومكتسبات للبلدين، لكن الذي استوقف صحافة الخرطوم هو المخاوف التي أبدتها إسرائيل من يعني الجسر الذي سيربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، وعلى النحو الذي جعل
يعني الإسرائيليين يقولون وبالحرف الواحد إنه هذا العمل أو هذا الجسر الذي سيقام هو بمثابة إعلان حرب بين مزدوجتين. إلى أي مدى مخاوف إسرائيل في محلها؟ وهل ستؤثر على المضي باتجاه إنشاء هذا الجسر؟ وطبعا إذا نظرنا إلى المخاوف الإسرائيلية ننظر إليها من ناحية جيوستراتيجية. إسرائيل هي كالشوكة في جسم هذه المنطقة، وهي معزولة في هذه المنطقة، تحيط بها مجموعة من الدول التي تناصبها الأعداء. فأي تقارب بين هذه الدول، أي تكامل بين هذه الدول تحس فيه بالتهديد، وإنه تهديد أمنها الاستراتيجي. كلما كانت المسافة متباعدة بين هذه الدول تستطيع أن تلعب على التناقضات. فلهذا الأمر تنظر إلى التقارب، خاصة إنه مصر بتاريخها وحضارتها والسعودية بتاريخها وبإرثها الديني وبإمكانياتها، إنه هذا التقارب سوف يكون خطرا عليها، ويمكن أن يؤثر على العلاقات التي لدي إسرائيل مع بعض الدول العربية في المنطقة، يقرأ من هذا الجانب. من الجانب الآخر نعتقد أن السودان أيضا التقارب الأخير مع دول الخليج وخاصة السعودية، من حقنا أن نطالب أيضا، وحتى المسافة طبعا أقرب ما بين السعودية والسودان، يعني الجسر حتى كما كنت أقرأ أيضا على الوسائط إنه الناس ممكن تتمشى لجدة بعد شوي إذا عملوا جسر. فهذه أيضا نتمنى، وخاصة إنه الحركة التجارية أيضا خلال الفترة الماضية ومع تحسن العلاقات، الصادرات السودانية من البهائم ومن المنتجات الزراعية كلها في صالح اقتصاد الخليج. الآن تذهب بالبواخر، من الأسهل أحسن أن تذهب. فكل تقارب بين الدول العربية في محطمة يزعج إسرائيل ويريحنا نحن أكثر. وأعتقد أنه بنفس الزخم الموجود في العلاقات بين مصر والسعودية، أعتقد أنه من السودان، من واجب السودان، من حق السودان أن يكون عنده هذا التميز، وخاصة الوقفة الأخيرة القوية التي وقفها مع المملكة العربية السعودية في الدفاع عن الحرمين الشريفين. أعتقد أنه نطمع ونتوقع أنه هذه الخطوات أيضا تعود بالخير علينا كسودانيين. مواقف السودان الأخيرة كانت مواقف سباقة وريادية، يعني من أوائل، لم تكن أول الدول التي وقفت في يعني مسألة مواجهة الخطر الشيعي على اليمن وإعادة وتثبيت الشرعية. كان السودان دفع بأبنائه للمشاركة في هذه الحرب عن قناعات انتظارا لمكاسب، لأنه بالفعل هناك خطر حقيقي تمثل التوجهات الشيعية في المنطقة، وأيضا بحثا عن استقرار المواطن اليمني قبل كل شيء من خلال تثبيت ركائز وركائن الشرعية للحكومة التي هي هناك. ومن بعد ذلك أيضا دخل السودان بكل قوة في مظلة التحالف الإسلامي، لم يتردد في خوض كل الأمور التي تحقق الأمن لهذه المنطقة. السودان عبر تاريخه الطويل وليس فيه هذه الحقبة الآن فحسب، حقبة سياسية، يعني كلنا يعرف منذ أيام جمال عبد الناصر مشاركات السودان والسودانيين في معظم الفعاليات والحراك السياسي والمجتمعي والاقتصادي. فبلد بهذا الإرث مقدم لأشقائه الكثير، حتى الأشقاء القريبين في الدول الأفريقية والمجاورة ساند مسائل الحريات ومسائل إنه يكون في نوع من الأمن الاقتصادي لهذه الدول. نأمل بذاته القدر إنه يكون يعني مواقف كل هذه الدول تجاه السودان بذاته القوة. عموما ده كان سرد هو معروم، لكن من باب الشيء بالشيء يذكر. من الأمور التي أيضا ربما تسعد الكثيرين من السودانيين، طبعا الشعب السوداني مولع بكرة القدم، رغم أنه أحيانا طبعا حصلت بعض الهزات في هذا الحقل الكروي الرياضي من خلال النتائج خاصة الخارجية، لم تكن بالطموح الذي نأمله، لكن كان في لقاء مهم جدا مع السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية والسيد وزير الإعلام ومدير
الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، وتمخض هذا اللقاء عن دعم الحكومة للرياضة وخاصة مسألة البث لمباريات الممتاز التي ستبدأ بشكل حقيقي منذ الغد بحول الله، وده طبعا خبر ورد في معظم الصحف منها صحيفة الرأي العام. نحن سنتحدث عن هذه المسألة وأهميتها ولأي مدى يمكن أن تكون إضافة نوعية للحراك الكروي في البلاد، ولكن أنا لا أسمع جيدا الرشيد، هل من مواطن صحفي أم ماذا الرشيد؟ أنا مواطن صحفي. نعم، إذن انضم إلي المواطن الصحفي أحمد الرضي اليسيد من المملكة العربية السعودية. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أول نحييك بعد انقطاع عن البرنامج لفترة، ولكن عدنا اليوم مع استشهاد الفول. نعم، ونرحب بالأخ نهان. أهلا وسهلا. وجميع أبناء دارفور والمستنيرين من أبناء دارفور يعني. الله يخليك. والطبقات المتعلمة من ساسة وغادة. ولكن ألا يتحمل هؤلاء الطبقة المستنيرة أو غادات الحركة أو الساسة والغادة يعني نتائج كل ما يعني ترتب على دارفور من مشاكل سياسية واقتصادية وإلى آخره ونزوح، أليس هم يعني المفروض يعني يكتفوا بهذه الطبقة المستنيرة حول الاستفتاء؟ يعني ما دور مواطن دارفور البسيط الذي يرمل في الرمل ويزرع ومعظمهم يعني مشغول بالمزارع والقرآن في هذا الاستفتاء أو حتى الانتخابات نفسها؟ لماذا لا يجوز يعني هذه النخبة من أبناء دارفور كلهم زملانا وأخوانا وأصدقانا كانوا في الجامعات نعلمهم حتى في الجامعات ما كانوا بيرجعوا لمن دارفور طيلة فترة الجامعة كلهم الآن هم في منطقة الخرطوم أو في العواصم العربية من قطر وفرنسا ولندن وبريطانيا وأمريكا، وهؤلاء المواطنين هم المسحوقين، لماذا إقحامهم وإدخالهم في استفتاء ما عندهم في رأي صراحة؟ يعني لا، أنا بقول المواطن البسيط عاوز خدمة، عاوز صحة، عاوز تعليم، عاوز طريق، يعني حتى الاستفتاء يعني ما لا أتوقع أن يكون فيه يعني له أثر على حياتهم السياسية والاجتماعية والثقافية. أضف إلى ذلك ماذا يعني موقع أخونا يعني السيسي في حال أنه يعني توحد الإغليم، طلعت النتيجة فلنفرض طلعت النتيجة توحد إلى إغليم واحد، سينشب صراع آخر، من يكون حاكم لهذا الإغليم؟ هل سيكون يعني السيسي أم أخونا أبو قردة أم أخ أم أحد غادات منطقة دارفور؟ نعم. وهنا سينشب صراع آخر، لأنه صحيح. الآن أبناء دارفور لهم خمسة أولاء ولهم خمسة ولايات ولهم حكومة انتقالية برئاسة أخونا السيسي، هذا كله لم يقنعهم يعني. أنا أتمنى من أبناء دارفور والطبقة المستنيرة أن ينظروا إلى باقي الأغاليم الأخرى، يعني أتمنى أن يقوموا بزيارة إلى منطقة الشرق، عندنا في منطقة البطانة في ولاية كتلة في ولاية القضارف، سيجدون ناس أكثر تخلفا وحقيقوا أكثر تهميشا. أنا أتمنى من أبناء دارفور أبناء القرآن أبناء التعليم إنه ما يستغلوا هذه الحركات المسلحة، وإنه أصبح الآن الحركات تبتز الحكومة السودانية وابتزاز المواطن السوداني. الآن هذا الإغليم أو منطقة دارفور أصبحت من 26 سنة هي السبب الرئيسي الآن في كثير من تخلف السودان ومن مشاكل السودان. بذلت الحكومة أي بذل وأي عطاء وعملت المنابر في أديس وفي الدوحة وفي فرنسا في أي مكان من الجهات الإغليم. أتمنى أن أبناء دارفور من نفسهم ينظروا إلى باقي الأغاليم الأخرى، إن كانت الدولة ضعيفة تجاه هذه الحركات المسلحة فلينظر أبناء دارفور إلى أخوانهم في باقي الولايات. السودان لا ليس لديه الإمكانيات المادية أو الاقتصادية حتى يضبطوا محاولين هؤلاء جميعا جميع الحركات. أنا لا أفرض حد، كل صراع حول السلطة
أتمنى من أبناء دارفور أن يكونوا في مستوى الحدث نعم. ومستوى السودان. مفهوم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك. المواطن الصحفي أحمد الرضي من المملكة العربية السعودية. كأنما أحمد يؤشر لأنه البونش ما زال شاسع بين النخب السياسية ومواطن دارفور، خاصة الذين هم ما زالوا يحملون السلاح ويجلسون خارج البلد، بعيدون هم كما يصفهم أحمد عن واقع الحال هناك وعن مواطن دارفور، وربما كما يرى هو هذا أس المشكلة. هل تتفق معه ولا؟ والله أنا أشكر الأخ أحمد على الكلام الصادق والقوي اللي قاله، هو عمم كثيرا ممكن في بعض الجزئيات نعم أعطيه الحق، وفي بعض الجزئيات ممكن أختلف معه، لكن هو السؤال المبدئي الذي بدأ به من يتحمل ما حدث في دارفور. نعم. نحن كحركات حملنا السلاح، وأنا أيضا كما تعرف نعم أنت أحد الذين حملوا السلاح. نعم نعم. لما حملنا السلاح كنا نفتكر أنه في ظلم من المركز على دارفور من ناحية التنمية والمشاركة السياسية. نعم. ولم يتم سماع صوتنا بالطريقة السلمية، لهذا حملنا السلاح. لكن باكرا بدأت الحكومة تتحرك في اتجاه الوصول لتسوية سلمية. يعني حمل السلاح كان بدايته 2001 2002 نعم. من 2003 من 2002 حتى بدأت الجهود للوصول لتسوية سلمية. نعم. صحيح الموضوع هي حرب في نهاية الأمر، وحرب فيها خاسر هو المواطن أكثر من الأطراف الثانية المقاتلة. المواطن بسبب هذه الحرب نزح المسؤولية، يتحمل أيضا جزء منها الحركات التي حملت السلاح، وتطاول أمد هذه الحرب أيضا ساعد على زيادة المعاناة التي يعانون منها. هناك جزء مقدر من هذه الحركات ارتأت الرجوع لصوت العقل والوصول إلى اتفاق. بعض الإخوة ما زالوا متعنتين، نعتقد أنه 10 سنوات من الحرب هي كافية جدا، والنزوح والتشرد الذي حصل في دارفور. لكن الأمر الذي أدى إلى حمل السلاح يعني أعتقد أنه كان في وقته مبررا لنا لنحمله، وكان أيضا لنا مبررات في الانحياز للعملية السلمية. هذا من جانب. الجانب الآخر، هذه النخب صحيح والنخب موجودة في كل السودان، وفي بعض النخب منقطعة من دارفور لكن ليست كلها تماما منقطعة، وليس المواطن هناك متروك لحاله، لكن يجب الاقتراب أكثر من المواطن، معرفة هذا هو المطلوب. أنا للأسف المخرج بيشير لي نهاية الحصة الزمنية المقررة، لكن سؤال الدور الممتاز نعم نعم بس كويس والله. شوف أنا أول حاجة يعني أشكر على النائب الأول بالذات اهتمامه بالحاجات اللي بتمس مشاغل المواطن. السودان إذا رضينا أبينا، نحن شعب نعشق هذه المستديرة ونعشق إنه نشاهدها. أنا منذ انتقال هذا البث لقناة أخرى ليست موجودة على نايسات لم أشاهد مباراة في الدوري السوداني. أعتقد إنه هذه كانت من الحاجات الأساسية. الشعب السوداني تواقع على أساس إنه يشوف الكورة ويشوفها مفتوحة بدون هنا. فهذه نشكر السيد النائب الأول على إنه اهتمامه بالقضايا، والشخص يعني هو سعادته متحرك جدا في إنه الوصول أحلى حالة هذه القضايا بطريقة عملية. ونتمنى إنه الخبر ده ينعكس إيجابا على الفرق الرياضية المختلفة إنها تؤدي أداء كويس، لأنه حيكون أداء مفضوح في كل الشاشات. نعم. سنشاهده في كل البيوت. نعم. نتمنى رغم إنه أنا هلالابي كلمة أخيرة رغم إنه هلالابي برضو أشكر خاصة مريخ نيالة، هو صعد هذا العام. نعم. ويشكل حضور مميز جدا الآن في الأربع الأوائل من الفرق التي صعدت بقوة، فتحية لنيالة باعتبار إنه أنا من نيالة. نعم. وهذا انحياز لمدينتي رغم إنه أنا هلالابي يعني. نعم. التحية لكل الفرق الرياضية. إذن رئيس الجمهورية خاطب نداء الجزيرة للتنمية والخدمات بقاعة الصداقة، نتمنى إنه نداء الجزيرة له كل النجاح والتوفيق، سيكون حاضرا معنا في صحافة الغد بحول الله. الأستاذ نهار عثمان نهار الناشط الإعلامي والسياسي، شكرا جزيلا. شكرا أستاذ خالد. كما أشكر كل الذين تابعوا هذه الطبعة من الصالة، وحتى جديد الملتقى، دمتم في أمان الله وحفظه.